الرئيس السيسي يوجه بتعظيم المخزون السمكي وبتعزيز جهود تنمية الثروة الحيوانية والتوسع في برنامج السلالات عالية الإنتاج. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد الحرص على تعزيز التعاون مع لاتفيا ويعرب عن ترحيبه بنشاط عدد من الشركات اللاتفية في مصر. ورئيس الوزراء يؤكد على ضرورة الاستمرار في جهود استكشاف واستخراج الفوسفات والاستفادة القصوى من الثروات التعدينية. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية بهدف تعظيم المخزون السمكي في مصر. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين، ذلك لمتابعة مستجدات عدد من المشروعات القومية بقطاعات الأمن الغذائي على مستوى الجمهورية. وشدد الرئيس السيسي على أهمية عامل حسن الإدارة والاستعانة بالخبرات المتخصصة، ما يساعد على تحقيق الاستفادة القصوى المخططة للإنتاج كما ونوعا. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز جهود تنمية الثروة الحيوانية لما لها من مردود اقتصادي ومالي مباشر لصالح المربيين والمزارعين والارتقاء بدخلهم، خاصة فيما يتعلق بالتوسع في برنامج السلالات عالية الإنتاج من اللحوم والألبان وتعميمه على مستوى الجمهورية. كما اطلع الرئيس السيسي على جهود وزارة الزراعة لتطوير محطة الزهراء العريقة للخيول العربية المصرية الأصيلة، موجها بالاستمرار في تعزيز جهود تطوير المحطة بهدف تعظيم الإرث المصري العريق في تربية وإنتاج الخيول الأصيلة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحرص على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع لاتفيا واستمرار التنسيق بين البلدين فيما يخص الموضوعات السياسية ذات الاهتمام المشترك. وخلال استقباله وزير خارجية لاتفيا، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترحيبه بنشاط عدد من الشركات اللاتفية في مصر وتطلع لتكثيف التعاون، خاصة في المجالات التي تمتلك فيها لاتفيا خبرات متميزة مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والسياحة. من جانبه، أكد وزير خارجية لاتفيا حرص بلاده على دفع أوجه التعاون المشترك مع مصر، خاصة في ظل دورها المحوري في منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط والقارة الأفريقية. أكد وزير الخارجية سامح شكري أنه بحث مع وزير خارجية لاتفيا إدغارز رينكيفيتش تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة ومن بينها التجارية والسياحية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة، أوضح شكري أن الشركات اللاتفية يمكنها الاستفادة من المزايا التي تتيحها مصر للمستثمرين. عقدنا مع معالي الوزير أيضا جولة مباحثات موسعة معمقة، ركزنا خلالها على أوجه العلاقات الثنائية. تم التوقيع على اتفاق لتعديل الاتفاق العلمي فيما بين البلدين، ونتطلع إلى الاستفادة مما حققته لاتفيا في مجالات التعليم والتعليم الفني ومجالات التكنولوجيا الاتصالات والرقمنة. هذا وأكد شكري أن المباحثات مع وزير خارجية لاتفيا تناولت مستجدات القضايا الإقليمية ومن بينها قضية سد النهضة والقضية الفلسطينية والتطورات في ليبيا. كما أشار شكري في تناول للقاء بحث الأزمة الأوكرانية وتداعياتها، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفا للزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين. تباحثنا أيضا فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام في مقدمتها الحرب في أوكرانيا، ولكن أيضا الأوضاع في المنطقة، القضية الفلسطينية، الأوضاع في ليبيا، في منطقة القرن الأفريقي، موضوع سد النهضة، أيضا الأوضاع في سوريا والعمل على تحقيق الاستقرار والقضاء على الإرهاب. متطلع لاستمرار أيضا التفاهم المشترك فيما بيننا اتصالا بعلاقات مصر بالاتحاد الأوروبي،
وتناولنا قضية حقوق الإنسان في حوار فيه كثير من التفاهم للأسلوب الأمثل لتناول هذه القضية وتحقيق الهدف المشترك في إطار تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. بدوره قال وزير خارجية لاتفيا إدغارس رينكيفيتش، قال إن اللقاء تطرق إلى بحث عدد من القضايا وعلى رأسها التحديات العالمية الراهنة، وأشار رينكيفيتش إلى ضرورة محاولة تجنب حدوث أزمة إنسانية وغذائية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا. النقاشات التي خضناها لا سيما في ما يتعلق بالمناطق التي تتميز بها مصر، واسمح لي معاليكم أن أشكركم على كل هذه النقاشات المثمرة. هناك نقاط مهمة كذلك، ألا وهو المواضيع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وهو كذلك تقييم ملفات الشرق الأوسط وتقييم أوجه التطور في الموقف في ليبيا وكذلك الموقف في سوريا وغير ذلك من الملفات الإقليمية وتحقيق الفهم المشترك وكذلك تحقيق الفهم فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية وفهم ما حدث منذ فبراير، وكذلك ناقشنا بعض التحديات الراهنة والملحة على سبيل المثال الأمن الغذائي وتصدير القمح والحبوب الأوكرانية إلى مصر. كان وزير الخارجية سامح شكري ووزير خارجية لاتفيا قد وقع اتفاقا معدلا للتعاون في مجال التعليم والعلوم بين حكومتي البلدين، ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي، كما يأتي على هامش مباحثات الوزيرين بمقر وزارة الخارجية لتناول سبل تطوير التعاون الثنائي خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمار، كذلك القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات من القيادة السياسية في مصر ودولة الإمارات بسرعة تنفيذ مشروع تطوير الإنتاج ببعض حقول الغاز. وخلال اجتماع لمتابعة جهود التعاون مع الإمارات وزيارة الاستثمارات المشتركة، أشار مدبولي إلى استمرار فرق العمل من الفنيين من الجانبين في الاجتماعات بهدف الاتفاق على تفاصيل المشروعات المقترحة للشراكة والتعاون، مؤكدا على البناء على الزخم الكبير والاهتمام من القيادة السياسية بالبلدين في هذا الشأن. ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق بشركة أدناك خالد سلمين، قال إلى اهتمام الشراكة والشركة الكبير بعدد من المشروعات سواء في قطاع الغاز أو في غيره. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة الاستمرار في الجهود المبذولة في مجال استكشاف واستخراج خام الفوسفات للعمل على تحقيق أعلى معدلات الإنتاج، ذلك خلال هذه المرحلة، وكذلك الاستفادة بصورة أكبر من الثروات الطبيعية التعدينية التي تزخر بها الدولة في مختلف المناطق. وخلال اجتماع لمتابعة خطط استخراج الفوسفات، أشار مدبولي إلى ضرورة تعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصرية، ذلك من أجل دعم الاقتصاد الوطني واحتلال مكانة مرموقة في سوق الفوسفات العالمية، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتكثيف الأبحاث الخاصة بالكشف عن الثروات المعدنية بمختلف أرجاء البلاد. التقى الفريق أول محمد زكي قائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بوزير الدفاع العراقي جمعة سعدون والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام. وقد تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد جمعة عينات سعدون وزير دفاع جمهورية العراق والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت لهم مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للدولتين الشقيقتين.
وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية العراق، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية. من جانبه أشاد وزير دفاع جمهورية العراق بدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير العراقي والملحق العسكري لجمهورية العراق بالقاهرة. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2022، وسيتم استقبالهم اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 22 من يونيو الجاري، ذلك وفقا للشروط المحددة. وفيما يلي مشاهدينا الكرام، نتابع في الاستعراض التالي أبرز شروط قبول دفعة جديدة من المجندين بقوات المسلحة مرحلة أكتوبر العام 2022. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيا من البنين للمرحلة الإعدادية والثانوية، ذلك بالمدارس العسكرية الرياضية للعام الدراسي 2022-2023. وسيتم البدء في سحب ملفات القبول حتى 20 من يوليو المقبل، ذلك بمقر المدارس العسكرية الرياضية ومكاتب المستشارين العسكريين بالمحافظات المختلفة، على أن يبدأ قبول الملفات بعد استيفاء كافة البيانات المطلوبة اعتبارا من 18 من يونيو حتى 27 من يوليو 2022. بوسعك أن تجتاز الصعب إذا امتلكت الإرادة،
بمقدورك أن تقهر المستحيل. إذا قررت أن تنهي طريق الألف ميل، أن تستثمر موهبتك الرياضية وقدراتك البدنية، بإمكانك الآن أن تصبح بطلاً على منصات التتويج الأولمبية والعالمية، فتحفر اسمك وترفع علمك وتصبح رمزاً خالداً لوطنك. من هنا، من المدارس العسكرية الرياضية للقوات المسلحة، قلاع الأبطال، 4 صروح رياضية تغطي كافة محافظات الجمهورية، تهدف إلى رعاية الموهوبين رياضياً ليصبحوا في المستقبل القريب أبطالاً أولمبيين قادرين على حصد أرقى الميداليات في كبرى المنافسات الرياضية الدولية. جيل جديد من الرياضيين المؤهلين على أيدي أكفأ المدربين والخبراء الرياضيين وفق أرقى النظم العلمية الحديثة في مجال التدريب. اهتمام مماثل بالتأهيل الدراسي وفق مناهج وزارة التربية والتعليم عبر كوكبة من خيرة المعلمين، منشآت تعليمية ورياضية وبرامج تدريبية تضاهي أفضل المستويات العالمية في الدول الأكثر تقدماً، رعاية طبية متقدمة، الطريق لتحقيق حلمك الأولمبي يبدأ من هنا، وأنت تملك الاختيار. بادر بالانضمام لقلاعنا الرياضية. يمكنك الآن سحب ملفك والتعرف على شروط الالتحاق عبر موقعنا الإلكتروني أو من خلال مكاتب التنسيق بالمدارس العسكرية أو عبر أقرب مكتب مستشار عسكري في محافظتك. المدارس العسكرية الرياضية للقوات المسلحة، قلاع الأبطال. اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري السعودي المشترك فيصل 12 بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكي السعودي، والتي استمرت فعالياته لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية. اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري السعودي المشترك فيصل 12 بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكي السعودي، والذي استمرت فعالياته لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية، والذي يأتي في ضوء تعزيز علاقات التعاون العسكري المشترك والتنسيق المستمر بين القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكي السعودي لتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين. وتضمنت المرحلة الختامية شرحاً مفصلاً عن مراحل الإعداد والتخطيط للأنشطة والمهام التدريبية المخططة، كما نفذت المقاتلات متعددة المهام من الجانبين عدداً من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية. أظهرت المرحلة الختامية المستوى المتميز والاحترافية العالية الذي وصلت إليه العناصر المشاركة بالتدريب، ومدى التنسيق والتعاون بين القوات الجوية لكلا البلدين، بما يمكنها من تنفيذ عمليات القتال الجوي المشترك بكفاءة واقتدار. حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، فقد أسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.
جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 394 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 22 مديرية أمن. والسابق اتهمهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل. وضبط معهم 203 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 71 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 746 قطعة سلاح ناري، أبرزها 86 بندقية و72 بندقية آلية و40 مسدساً و548 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و87 خزينة، إضافة ل 1127 قطعة سلاح أبيض. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 463,935 حكماً قضائياً، من بينهم 1,658 حكم جناية، 167,524 حكم حبس، و 228,809 حكم غرامة، و 65,944 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 8 تشكيلات عصابية ضمت 22 متهماً قاموا بارتكاب 61 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 81 حادث ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 122 متهماً، كما تم إعادة 7 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1161 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها ما يقرب من 140.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وما يزيد على 5 طن من نبات البانجو المخدر، وكمية من بذور الخشخاش الأفيون وزنت 225 كيلوغرام، وكمية من بذور القنب البانجو وزنت أكثر من 130 كيلوغرام، وكمية من مخدر الهروين وزنت قرابة 36 كيلوغرام، إضافة إلى أكثر من 8.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وكمية من مخدر الأيس الشابو وزنت أكثر من 15.5 كيلوغرام، وعدد 9,266 قرص مؤثر و 70,629 قرص ترامادول مخدر، كما تم إبادة 65 فدان منزرعة بنبات القنب البانجو، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 194 مليون جنيه. وتم ضبط 4 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، كما تم ضبط قضيتي غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 12 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وقد تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 404 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 36 طنا من المواد الغذائية وغير الغذائية، كما تمكنت الوزارة أيضا من ضبط أكثر من 7 أطنان من المواد الغذائية وغير الغذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع
المدعومة وضبط قرابة 29 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية. كما تم ضبط أيضا 609 قضايا من بينها 182 قضية خبز ناقص الوزن و99 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال قضايا المخابز، فضلا عن ضبط 4 قضايا في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي بمضبوطات بلغت أكثر من 15 طنا من الأقماح المحلية. وعودة إلى الخبر الأبرز في نشرتنا، حيث أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحرص على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع لاتفيا، وكذلك استمرار التنسيق بين البلدين فيما يخص الموضوعات السياسية ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال استقباله وزير خارجية لاتفيا وخلال اجتماع آخر مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين. وجه الرئيس السيسي بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية بهدف تعظيم المخزون السمكي في مصر. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير خارجية جمهورية لاتفيا إدغارز رينكوفيتش، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة وزير خارجية لاتفيا إلى مصر، طالبا سيادته نقل تحياته إلى كل من رئيس جمهورية لاتفيا ورئيس الوزراء، ومؤكداً الحرص على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع لاتفيا واستمرار التنسيق بين البلدين فيما يخص الموضوعات السياسية ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، أعرب وزير خارجية لاتفيا عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مؤكداً حرص بلاده على دفع أوجه التعاون المشترك مع مصر، خاصة في ظل دورها المحوري في منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط والقارة الإفريقية. ذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض عدد من الملفات ذات الصلة بالتعاون الثنائي، حيث أعرب السيد الرئيس عن ترحيبه بنشاط عدد من الشركات اللاتفية في مصر والتطلع لتكثيف التعاون، خاصة في المجالات التي تمتلك فيها لاتفيا خبرات متميزة مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والسياحة. كما تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجه الدول الإفريقية والأوروبية، وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية والإرهاب، والتي تفرض التنسيق والعمل بين الجانبين للتوصل إلى حلول فعالة لتلك التحديات من خلال رؤية مشتركة. كما تم التباحث وتبادل الرؤى بشأن تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. الاجتماع تناول متابعة مستجدات عدد من المشروعات القومية بقطاعات الأمن الغذائي على مستوى الجمهورية، وقام الفريق أسامة ربيع في هذا الإطار بعرض تطورات مشروعات الاستزراع السمكي التابعة لهيئة قناة السويس، خاصة ما يتعلق بأعمال تطوير مكونات البنية الأساسية لتلك المشروعات من أحواض ومحطات مياه ومصانع أعلاف وتغليف، والتي تهدف إلى إنتاج الأسماك عالية الجودة وسد الفجوة الغذائية والحد من الاستيراد، فضلاً عن تنمية أراضي منطقة قناة السويس وسيناء وتكوين مجتمعات عمرانية جديدة وتوفير فرص العمل للشباب. وقد وجه السيد الرئيس بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية بهدف تعظيم المخزون السمكي في مصر، مشدداً سيادته على أهمية عامل حسن الإدارة والاستعانة بالخبرات المتخصصة بما يساعد على تحقيق الاستفادة القصوى المخططة للإنتاج كماً ونوعاً. أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الزراعة والخاصة بتنمية الثروة الحيوانية بكافة محاورها وبالتكامل مع تطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، حيث عرض السيد القصير وزير الزراعة جهود استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية والتي تعتمد بشكل أساسي على تطوير السلالات المصرية بالتهجين مع السلالات العالمية عالية الإنتاج
من اللحوم والألبان وتوطين تلك السلالات المهجنة وما يستتبعه ذلك من إنشاء منظومة متكاملة من البنية الأساسية الخاصة بالإنتاج والاعتماد على أحدث الأساليب الخاصة بمراكز التلقيح الصناعي أعلى مستوى الجمهورية، إلى جانب خطوط التحسين الوراثي لتنمية الثروة الحيوانية. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود تنمية الثروة الحيوانية لما لها من مردود اقتصادي ومالي مباشر لصالح المربين والمزارعين والارتقاء بدخلهم، خاصة ما يتعلق بالتوسع في برنامج السلالات عالية الإنتاج من اللحوم والألبان وتعميمه على مستوى الجمهورية، نظراً لأن هذا القطاع يمثل أحد أهم عناصر الأمن الغذائي ويلبي احتياجات المواطنين ويحقق معدلات التوازن في الأسواق بين الإنتاج المحلي والاستيراد. كما اطلع السيد الرئيس على جهود وزارة الزراعة لتطوير محطة الزهراء العريقة للخيول العربية المصرية الأصيلة باعتبارها واحدة من أشهر مزارع الخيول الأصيلة في العالم والتي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية، موجها سيادته بالاستمرار في تعزيز جهود تطوير محطة الزهراء بهدف تعظيم الإرث المصري العريق في تربية وإنتاج الخيول الأصيلة. أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها كانت وما زالت حريصة على تنمية الحياة السياسية والعمل المشترك انطلاقاً من الإيمان المطلق بالحوار بين القوى والتيارات المختلفة وإعلاء للمصلحة الوطنية. وفي بيان بمناسبة الذكرى الرابعة للتأسيس أشارت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أنها وخلال السنوات الأربع الماضية قدمت العديد من الأوراق والملفات والحملات والمبادرات، كما أنها أيضا شاركت وبقوة في جميع المؤتمرات والمنتديات لتقدم نموذجا للشباب السياسي في جميع المواقع. كما أشار البيان إلى ثقة القيادة السياسية بتعيين 6 من أعضاء التنسيقية نوابا للمحافظين دعما لمزيد من العمل والجهد، فضلا عن خوض التنسيقية لمعركة الانتخابات البرلمانية لتحصل على 48 مقعدا بالانتخاب والتعيين في مجلسي النواب والشيوخ وكذا العديد من المناصب التنفيذية والإدارية. وللمزيد مشاهدينا الكرام تنضم إلينا هاتفيا سهى سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أستاذة سهى أهلا بك. أهلا وسهلا. إذا مع الذكرى الرابعة لتأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ما هو تقييمك للجهود التي بذلتموها وبذلتها التنسيقية في دعم الحياة السياسية في مصر؟ الأول أحب أرحب بحضرتك وأوجه التهنئة لكل زمايلي أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعلى جهودهم خلال الفترة السابقة، وإن شاء الله لسه اللي جاي أكثر بإذن الله. خلينا أقول لحضرتك نظرتي للجهود اللي إحنا قدمناها التنسيقية من اليوم الأول أخذت على عاتقها يعني تكريس مساحات مشتركة بين الآراء السياسية المختلفة والتوجهات المختلفة، وده تحددته كان نجاح. ما كانش هي دي الخطوة الوحيدة، ولكن استثمرنا هذا النجاح في إثراء الملفات المختلفة وأوراق السياسات المقدمة للدولة المصرية، لأنه عندنا قناعة أن التعددية الحزبية والتنوع هو دائما عامل إثراء وليس عامل خلاف، يعني الاختلاف ليس خلافا بالمرة. فكنا حريصين طول الوقت أن يكون كل الأصوات وكل الآراء ممثلة، وده الحقيقة كان رجع بالنفع على أسئلة المفردات التنسيقية. بنفس الوقت إحنا كان عندنا منهجية هامة جدا في أنه يكون عندنا التزام بالأداء والتزام بمعايير الجودة، يكون أفكارنا قابلة للتطبيق وخططنا واضحة وفي متناول أدواتنا كدولة مصرية. ويمكن دي كانت من الأسباب اللي خلت مشاركتنا في المؤتمرات الوطنية برعاية فخامة الرئيس كانت محط الأنظار، وبناء عليه زي ما ورد في البيان إنه بقى عندنا 6 نواب محافظين، والحقيقة بنص بعد. نعم أستاذة سهى نشكرك إذا، شكرا جزيلا، انقطع الاتصال. شكرا جزيلا على هذه المداخلة الأستاذة سهى سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب. والآن مشاهدينا الكرام السادسة متواصلة معكم وتتابعون فيها. الفرنسيون يتوجهون لصناديق الاقتراع مع سعي ماكرون للحصول على أغلبية برلمانية. We'll be right back.
التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ذلك خلال زيارته إلى مصر. وألقى رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني بيانا أمام مجلس الجامعة بشأن تطورات الأوضاع في اليمن وجهود المجلس في بلورة سياسات جديدة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب اليمني وإعادة بناء مؤسسات الدولة، مشيدا بجهود المنظمات الدولية والإقليمية وعلى رأسها الجامعة العربية في دعم اليمن والدفاع عن مصالح شعبه. أكدت الآلية الثلاثية بشأن محادثات الأطراف والقوى السياسية السودانية تأجيل جلسة المحادثات بين القوى السياسية والتي كانت مقررة اليوم. وأفاد مسؤول بالآلية الثلاثية بتأجيل الجلسة مع عدم إلغاء الحوار أو تعليقه، مؤكدا أنه سوف يتم تحديد موعد جديد لاحقا. قال حاكم إقليم دونيتسك الأوكراني المدعوم من روسيا، قال إنه لا يوجد سبب للعفو عن بريطانيين اثنين حكم عليهما بالإعدام الأسبوع الماضي بعد اعتقالهما وهما يحاربان في صفوف أوكرانيا. دونيتسك ولوهانسك إقليمان في منطقة دوناباس الأوكرانية والتي تقاتل روسيا لانتزاع السيطرة عليها بالكامل من أوكرانيا. وقبل 3 أيام من العملية الروسية في أوكرانيا يوم 24 فبراير، اعترف الرئيس الروسي بهما كدولتين مستقلتين في خطوة أدانتها أوكرانيا والغرب باعتبارها غير مشروعة. قال القائد السابق لكتيبة أزوف التابعة للحرس الوطني الأوكراني ماكسيم جورين إن جثث عشرات المقاتلين الأوكرانيين الذين قتل أثناء حصار مصنع أزوفستال الصلب في مدينة ماريبول الجنوبية ما زالت تنتظر من يستعيدها. وأضاف جورين أنه بموجب شروط اتفاق تبادل حدث في الآونة الأخيرة فقد تم بالفعل إرسال حوالي 220 جثة من الذين قتلوا في أزوفستال إلى كييف، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك عدد مماثل من الجثث في ماريوبول. قال حاكم منطقة لوهانسك سيرجي جايداي، قال إن أوكرانيا لا تزال تسيطر على مصنع أزوت للكيماويات في مدينة سيفيرو دونيتسك حيث يحتمي مئات المدنيين. وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون الأوكراني أن أزوت غير محاصر وأن القتال يدور في الشوارع المجاورة للمصنع، متوقعا أن تبذل القوات الروسية أقصى جهودها في محاولة للسيطرة على المدينة. وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يانس ستولبرغ قرار فنلندا والسويد بالتقدم بطلبات لعضوية الحلف بالتاريخية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس التنفيذي سولي نينسو، أضاف ستولتنبرغ أن فنلندا والسويد لطالما كانتا منذ أمد بعيد أقرب الشركاء للحلف، مشيدا بما لديهما من ديمقراطيات قوية وجيوش قادرة على تعزيز الأمن المشترك. قرار فنلندا والسويد بالتقدم بطلبات لعضوية حلف شمال الأطلنطي تاريخية، ولطالما كانت منذ أمد بعيد أقرب شركائنا، فلديهما ديمقراطية قوية وجيوش قادرة، وستزيد عضويتهما في حلف الناتو من أمننا المشترك، وستعزز منطقة الشمال في حلف الناتو. من جانبه شدد الرئيس الفنلندي سولي نينيستو على خطورة الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أنه تباحث مع أمين عام حلف شمال الأطلنطي كثيرا في هذا الشأن. وقال إنه من غير الممكن التنبؤ بنهاية واضحة للحرب في أوكرانيا في الوقت الراهن، مشددا على أنه دون شك مشكلة مشتركة لجميع الأوروبيين ومصدر قلق عالمي. الأمر الأكثر خطورة هو الحرب في أوروبا في أوكرانيا، لقد تبحثنا كثيرا في هذا الشأن، وللأسف لا يستطيع أي منا التنبؤ بنهاية واضحة لتلك الحرب في الوقت الراهن، وتلك دون شك مشكلة مشتركة لجميع الأوروبيين وإلى حد كبير مصدر قلق عالمي. أرى أن الصمود يمثل أحد النقاط التي تتبادر إلى الذهن، ولقد تم اختبار قدرة الشعب الأوكراني على الصمود للحد الأقصى، وهناك الكثير من الضحايا والخسائر،
وهم يقاتلون بشجاعة ويبدو أنهم سيواصلون القتال. حذرت النقابات العمالية في بريطانيا من أن زيادة قياسية في أسعار الوقود أصبحت ترهق ميزانية الموظفين الذين يعتمدون على سيارتهم. وقد أوضحت صحيفة الجارديان أن سعر لتر البنزين قد بلغ 182.31 بنسا، مما يعني أن تكلفة ملء سيارة عائلية متوسطة قد بلغت 100 جنيه استرليني لأول مرة، مشيرا إلى أن بعض الموظفين الذين يحتاجون إلى قيادة من أجل وظائفهم قد ينفقون ما يصل إلى 350 جنيها استرلينيا في الأسبوع على الوقود فقط. توقع خبراء أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي. هذا ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك إنجلترا بزيادة سعر الفائدة الأساسي من 1% وهو أعلى معدل له منذ 13 عاما إلى 1.25%. وستكون هذه هي المرة الأولى منذ يناير 2009 التي يزيد فيها بمعدل أو بنسبة 1%. أدلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصوته في الانتخابات التشريعية التي يتنافس فيها أكثر من 6000 مرشح على 577 مقعدا في الجمعية الوطنية في الجولة الأولى، وسوف ينتقل الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات في هذه الانتخابات إلى الجولة الثانية الحاسمة في 19 من شهر يونيو الجاري. ويحتاج ماكرون الحصول على أغلبية كافية في البرلمان لتنفيذ برنامجه الإصلاحي، وذلك بعد أقل من شهرين من إعادة انتخابه كرئيس للبلاد. وسط مناخ يسوده القلق إزاء ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، يأتي تصويت الفرنسيين بالدورة الأولى بالانتخابات التشريعية التي يراها كثيرون حاسمة للرئيس إيمانويل ماكرون للحصول على الغالبية المطلقة للجمعية الوطنية. وعلى هذه الأغلبية المطلقة أو النسبية سيتوقف مصير مشاريع الإصلاح الجذرية التي يعتزم الرئيس الفرنسي القيام بها خلال ولايته الثانية، ولا سيما فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية. سياسيا وعلى غرار الانتخابات الرئاسية، قدم إيمانويل ماكرون نفسه على أنه حصن ضد التطرف الذي يجسده في نظره اليسار الراديكالي لجان لوك ميلانشون واليمين لمارين لوبان، والذي يرادف برأيه الفوضى بالنسبة لفرنسا. واقتصاديا، وعدت الحكومة التي دعمت بالفعل الاقتصاد بقوة منذ جائحة كورونا بوضع تدابير أخرى من شأنها حماية القوى الشرائية للفرنسيين فورا بعد الانتخابات، إلا أن مصير الحكومة التي تم تعيينها في منتصف مايو الماضي معلق إلى حين صدور نتائج الانتخابات التشريعية التي ترشح فيها العديد من أعضاء الحكومة، وبينهم رئيسة الوزراء إليزابيث بورن التي ستؤدي هزيمتها حال حدوثها إلى إجراء تعديل وزاري كبير. هذا ودعا الناخبون الفرنسيون البالغ عددهم 48 مليونا إلى تجديد كل مقاعد الجمعية الوطنية، أي 577 نائبا في هذه الانتخابات التي تتم على دورتين اليوم وفي 19 من يونيو. افتتحت أعمال الدورة التدريبية الثانية للكوادر المحلية الأفريقية بالقاهرة في مجال التنمية المحلية واللامركزية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية. وأكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي على التوجيهات الرئاسية بالعمل على دعم جهود جميع الدول الأفريقية الشقيقة في مسيرة التنمية والبناء، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تعطي أولوية قصوى لمساندة دول القارة في كافة المجالات التنموية وتوفير قدرات وإمكانات
كانت مصر المختلفة لتحقيق الرخاء والتقدم للشعوب الأفريقية، مع الاهتمام المستمر ببناء القدرات وتدريب الكوادر في العديد من المجالات. إن الدورة دي ما هيش دورة تعليمية ولا دورة بتاخذ بشكل التدريب اللي هو المباشر. احنا عملنا دورة قبل كده ونجحت جدا وكان تأثيرها قوي جدا، لدرجة ان في افريقيا طلبوا ان احنا نعيد الدورة دي بقى مرتين في السنة او وخلافه يعني. احنا بنقدم رؤية مصر كمشروعات على كل مستوى كل القطاعات، وده اللي بيخلي الناس بتبقى شايفة الحاجة من منظور الخبرة الكبيرة اللي اتعملت او النجاحات اللي اتعملت في مصر. يجب علينا ان نطبق المدرسة المصري او النظرية المصرية في بلادنا الأفريقية. فإن دل على شيء يدل على الاهتمام الحكومة المصرية بقضايا الأفريقية. وده الدورة اللي أكيد إن نتعلم منه حاجات كتير. إن شفنا إنه أكيد التوقعات بتاعنا إن نتعلم عن استراتيجيات بتاع التنمية في كل المجالات. البرنامج والله برنامج جميل، يتحدث عن ديجيتاليزيشن، عن إيميجريشن، عن كثير سبجكت. ونحن نشكر الدولة الجمهورية العربية المصرية والوزارة الخارجية والوزارة التنمية المحلية للدعوة، والبرنامج والله برنامج جميل جدا. نشكر أخواننا المصريين للدعوة. أما الآن موعد الوقفة الاقتصادية مع رغدة أبو ليلى. إليك رغدة، مرحبا. شكرا لكم حكمة عبد الحميد وأميمة تنمان. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. انطلقت أعمال وإجراءات إقامة المنطقة البترولية بمنطقة التبين بالقاهرة الكبرى، وخلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا للمناطق الجغرافية البترولية، أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن المنطقة البترولية تقع على مساحة 1000 دان، ومخطط لها أن تضم عددا من المشروعات في مقدمتها التوسعات الجديدة بالبنية الأساسية للشبكة القومية لنقل المنتجات البترولية، كشرايين جديدة إضافية تخدم حركة نقل الخام والمنتجات البترولية من وإلى صعيد مصر عبر منطقة التبين لشركة أنابيب البترول، علاوة على أنشطة لشركات بتروجيت وبتروغاز وغاز مصر والحديثة للغاز والتعاون للبترول. عقدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع جلسة مباحثات مع وزير التجارة والسياحة جيبوتي محمد ورسما ديري على هامش الاجتماع الوزاري 12 لمنظمة التجارة العالمية. وأوضحت جامع أن وفدا من دولة جيبوتي يضم عددا من كبار المستوردين سيزور القاهرة خلال الشهر المقبل لبحث تلبية احتياجات جيبوتي من المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية. وأضافت جامع أن مصر حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع جيبوتي وزيادة معدلات التجارة البيئية والاستثمارات المشتركة، خاصة في ضوء توافق الرؤى بين القيادة السياسية بين البلدين لتحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات المشتركة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة. شهدت محافظة الإسكندرية ضمن خطة الدولة نحو التحول الرقمي افتتاح مركز خدمات باب شرق التمويني بمنطقة سموحة بنطاق حي الشرق. وأكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف أن المحافظة تعمل على تفعيل الخطة الاستراتيجية للدولة لإتمام عملية التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية. وأضاف الشريف أن الإسكندرية تضم حتى الآن 8 مراكز خدمات تموينية متطورة بتكلفة أكثر من 8 ملايين جنيه، وذلك بديلا عن 16 مكتبا تموينيا قديما من أصل 25 مكتبا تموينيا قديما على مستوى المحافظة.
إلى البورصة المصرية التي تباينت مؤشراتها بختام تعاملات جلسة اليوم أولى جلسات الأسبوع، حيث اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع في حين مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء. وسجل رأس المال السوقي مستوى 668.5 مليار جنيه، وذلك وسط تداولات إجمالية بلغت نحو 1.8 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 10235 نقطة ليغلق عند مستوى 10097 نقطة منخفضا بنسبة 1.35%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 1857 نقطة ليغلق عند مستوى 1860 نقطة مرتفعا بنسبة 18%. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 2765 نقطة ليغلق عند مستوى 2763 نقطة منخفضا بنسبة 5%. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 18.63 جنيها للشراء و 18.74 جنيها للبيع. ننتقل إلى اليورو 19.59 الجنيه الإسترليني 22.95 23.9 الدرهم الإماراتي 5.7 15. أخيرا الريال السعودي 4.96 94. هبطت معظم بورصات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط بشدة متقنة أثر نظيراتها العالمية وأسعار النفط التي تراجعت في الجلسة السابقة بسبب المخاوف المتعلقة بأن يؤدي ارتفاع في التضخم الأمريكي شهر مايو إلى تشديد السياسة النقدية لفترة طويلة. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 2.12% متأثرا بانخفاض حاد في أسهم القطاع المالي وقطاع الطاقة. كما تراجع مؤشر السوق الأول ببورصة الكويت بنسبة 2.9%، وتراجع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 69%، بينما انخفض مؤشر بورصة مسقط بنسبة 21%. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى حكمة عبد الحميد وأميمة تمام، إليكم. شكرا لك رغدة. انطلقت اليوم فعاليات الدورة الأولى من مهرجان السويس للموسيقى والغناء تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. وقالت وزيرة الثقافة إناس عبد الدايم إن تنظيم الفعاليات الإبداعية بالمناطق السياحية يعمل على الترويج للحضارة المصرية بما تحمله من عناصر ومفردات تاريخية ومعاصرة، مؤكدة أن الفترة المقبلة تشهد تنظيم أحداث فكرية وفنية متعددة بمختلف أرجاء مصر تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية. مشاهدينا الكرام، كان هذا ما لدينا في نشرة أخبار الساعة 6، والآن إلى العناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بتعظيم المخزون السمكي وتعزيز جهود تنمية الثروة الحيوانية والتوسع في برنامج السلالات عالية الإنتاج. الرئيس السيسي يؤكد الحرص على تعزيز التعاون مع لاتفيا ويعرب عن ترحيبه بنشاط عدد من الشركات اللاتفية في مصر. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة الاستمرار في جهود استكشاف واستخراج الفوسفات والاستفادة القصوى من الثروات التعدينية. إذن انتهت السادسة. شكرا لكم وفي أمان الله. في أمان الله. شكرا.